من سنين فاتت اختلف طالب اسمه يونس مع أستاذه الإمام الشافعي. اختلفوا في مسألة دراسية كان بيشرحها الإمام. يونس قام وعرض وجهة نظره، فالإمام أصر على إنه رأيه هو الصح، فغضب يونس جدا إن الإمام مداش لرأيه أي اهتمام، واتضايق إن الإمام أصر على رأيه. يونس راح قايم وساب الدرس ومشي ورجع على بيته. عدى النهار ودخل الليل، سمع يونس الباب بيخبط. يونس سأل مين، رد الإمام وقال له محمد بن إدريس، ده اسم الإمام الشافعي الحقيقي. يونس بيقول والله اني فكرت في كل حد اسمه محمد بن ادريس الا الامام الشافعي. فلما فتح الباب لقى في وشه الامام الشافعي فتفاجئ. اسمع بقى الكلام اللي يتوزن بالدهب. قال له الامام الشافعي، يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مساله، يا يونس لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فاحيانا كسب القلوب اولى من كسب المواقف، يا يونس لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها فربما تحتاجها للعوده يوما ما، يا يونس اكره الخطأ دائما ولكن لا تكره المخطئ، وابغض من كل قلبك المعصية لكن سامح وارحم العاصي، يا يونس انتقد القول ولكن احترم القائل. مهمتنا يا يونس أن نقضي على المرض وليس أن نقضي على المرضى. رحمة الله عليك يا إمام.